السلام عليكم متابعينا ومشاهدينا الأعزاء. موضوعنا اليوم عن مراحل تحلل جسد الإنسان داخل القبر، ومن أين يأتي الدود، وهل يتبقى جزء من جسد الإنسان لا يأكله الدود؟ لتعرفوا الإجابة على كل هذه الأسئلة تابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد. سل نفسك يا عبد، هل للموت أعدت أم الدنيا شغلت؟ تذكر ظلمة الليل كيف توحش القلوب، فكيف بظلمة القبر مع عظم الذنوب؟ تذكر ظلمة القبر ومفارقة الأحباب، تذكر اللحد والكفن وسوء الحساب. تذكر سؤال منكر ونكير الغلاظ الشداد، وأنت مسكين ضعيف، إما الجواب وإما العذاب. كل نفس ذائقة الموت، فلم ينجو منه أحد، وسيذوق الكل مرارته، وسيرى الجميع عظمته. فيقول القبر يا ابن آدم، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الضيق، فاعمل ما شئت فإنك ستسكنني. فبعد الوفاة ومفارقة الروح للجسد، تظهر رائحة خفيفة لا يشعر بها الإنسان، فتجذب إناث الحشرات فتضع بيوضها الصغيرة دون أن يراها الإنسان في فتحات الجسم وطياط الجلد. ثم بعد ذلك تظهر بقع حمراء في مناطق مختلفة من الجسم، وتشحب البشرة ويتغير لونها، وترتخي العضلات، وتنخفض درجة الحرارة فتبرد الجثة، وتتصفى دماء الجسم في الجزء الأسفل منه، ويتحول الجسم إلى اللون الأزرق. فتتشنج أطراف الجسد وتتيبس، ويصبح من الصعب تحريكها، كأنها قطعة خشب صلبة، وتختفي التجاعيد من الوجه، ويخرج من الجسم ما بقي من المخلفات، فتتآكل خلايا الجسم الميتة. وبعد أيام من وضع الجثة داخل القبر، تظهر العديد من البقع الخضراء في البطن، وتظهر العديد من الأوعية الدموية المتشعبة في جلد البطن والصدر، وتسيل مقلة العين، وتتعتم القرنية، ويظهر الزبد المدمى من الفم والأنف، وينتفخ البطن، وينتشر اللون الأخضر في كل الجلد، وتظهر البقع الغازية تحت الجلد، وينتفخ الوجه والجسم كله بالغازات المتجمعة تحت الجلد، وتبرز العينان، ويتورم اللسان، وينفصل الجلد عن العظام والعضلات، وتختفي ملامح الوجه، وينبعث من الجثة رائحة كريهة، وتسيل مقلة العين، ويتساقط الجلد الأخضر الهش، كما تتساقط الأظافر والشعر، وتظهر اليرقات الدودية الكثيرة حول الفم والأنف وأعضاء التناسل، وتتحول اليرقات إلى ديدان كبيرة، وتتكاثر أعدادها حتى تغطي الجسد بالكامل، فتسقط العضلات عن العظام، وتختفي تماما، ولا يبقى إلا الهيكل العظمي. ثم تبدأ الديدان بالاختفاء، وتأكل بعضها بعضا، ثم تموت، ثم يبلى ويفنى الهيكل العظمي، ولا يبقى منه إلا عظمة واحدة، وهي عظمة عجب الذنب، والتي يبعث منها الخلق يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عجب الذنب. لكن هل يشعر الإنسان بالدود وهو يأكله؟ قال العلماء، هذا على حسب عمله، فإذا كان صالحا فإن الله لا يجعله يشعر بتحلل جسده، لأنه فيه من العذاب الشديد. يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن أجساد المؤمنين إذا ماتوا، إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله. وأما إذا كان الإنسان مشركا أو عاصيا، فيجعله الله يشعر بأكل الدود في جسده، وهو عذاب منه سبحانه وتعالى لكفر الإنسان وعصيانه. أما أجساد الأنبياء فلن يأكلها التراب، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وبعض الصالحين. يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن أجساد المؤمنين إذا ماتوا، إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله،
وأما إذا كان الإنسان مشركا أو عاصيا فيجعله الله يشعر بأكل الدود في جسده، وهو عذاب منه سبحانه وتعالى لكفر الإنسان وعصيانه. أما أجساد الأنبياء فلن يأكلها التراب، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وبعض الصالحين. فاللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، وأحينا على توحيدك وسنة نبينا وأمتنا عليهم. اللهم أحسن خاتمتنا بخاتمة السعداء. اللهم اجعلنا ممن تبشرهم الملائكة عند الموت بروح وريحان وجنة ورب راض غير غضبان. اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.